كتير من القوى السياسية بيحاول انه يتغاضى عن الجزء الثاني من المشهد اللي حصل من 30/6 وحتى الان. عشان نقدر نتحرك خلال الفترة اللي جاية لازم نشوف المشهد على بعضه، مش نص المشهد بس. المشهد اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت ان في موجة جماهيرية ثورية فضلت تتصاعد من بداية سلطة محمد مرسي ابتداء من الاعلان الدستوري وما قبله، يعني موجة من الاحتجاجات الشعبية السياسية والاجتماعية ضد سلطة جماعة الإخوان المسلمين اللي كانت بتسير على نفس طريق مبارك من ناحية السياسات الاقتصادية ومن ناحية الحريات. ووصلت هذه الموجة إلى أعلى نقطة في 30/6 وما بعدها بيومين بالإزاحة أو مطالبة بإزاحة محمد مرسي عن رأس السلطة. المشهد اللي حصل بعد كده من تدخل جهاز الدولة أو تدخل تحديدا القوات المسلحة في العملية السياسية، ده الجزء اللي بيتغاضى أو جزء من المشهد اللي القوى السياسية ما بتبصلوش وبتحاول إن هي تغطي عليه وتخفي حقيقته في واقع الأمر. النهاردة في موجة جماهيرية ثورية خرجت للمطالبة بإسقاط سلطة الإخوان، والجيش تدخل في لحظة من اللحظات لا من أجل إن هذه الموجة تحقق هدفها، بل بالعكس من أجل قطع الطريق على هذه الموجة لأنها قد تتجاوز فقط الإطاحة بمرسي أو تتجاوز فقط فكرة إزاحة محمد مرسي عن السلطة. وبالتالي كان تدخل الجيش سريع في 3/7 ويمكن قبله بيوم لقطع الطريق على الموجة الجماهيرية. وخلينا نفتكر أنه أثناء هذه الموجة منذ اليوم الأول ويمكن حتى من قبل 30 أنه كانت تتعالى في الميادين المختلفة فكرة الدعوة للإضراب العام والدعوة للعصيان المدني. هذه الدعوات إذا تمت بتكون على مطالب أعم وأشمل من فكرة إزاحة مرسي، على مطالب اجتماعية ومطالب سياسية. وبالتالي في خطورة شديدة أن هذه الجماهير اللي خارجة في 30/6 تحدد مسار اللي هتمشي فيه وتحدد الأهداف اللي عايزة توصل لها. وبالتالي تدخل الجيش لقطع الطريق على هذه الحركة لوقفها عند مجرد إزاحة محمد مرسي. وبعد كده بدأت الإجراءات المختلفة من الجيش تحت مزاعم محاربة الإرهاب أو تحت مزاعم ملاحقة الإخوان بعملية هجوم واسعة النطاق على مكتسبات ثورة 25 يناير. نشر الدبابات في الشوارع وفي الميادين وأمام الجامعات ونشر قوات مسلحة في مدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية لمواجهة أي تحرك، مش لمواجهة تحركات الإخوان المسلمين، لمواجهة أي تحرك طلابي أو أي تحرك شعبي في الشارع. ده بيقول إنه هذه السلطة العسكرية تريد إعادة نظام مبارك بنفس شخصه وسياساته وإعادة الأمور إلى ما قبل 25 يناير. وده كلام مش خفي، ده كلام بيعلن عنه جهارا في الإعلام الحكومي والإعلام الخاص من قبل إعلاميين الثورة المضادة، سواء كانوا خبراء عسكريين أو كانوا يعني صحفيين عاديين. كلام بشكل واضح أنه 30/6 هي الثورة، وأنه 25 يناير كانت مؤامرة إخوانية، وبالتالي هذه السلطة بتعمل على محو 25 يناير من الذاكرة. ده المشهد الثاني اللي بعض القوى السياسية مش عايزة تشوفه أو بتحاول تغطي عليه أو في الحقيقة موافقة عليه. عدائها للإسلاميين بيخليها تقبل بالثورة المضادة بالسلطة العسكرية إذا كانت بتحارب تيارات الإسلام السياسي. وبالتالي ده موقف في غاية الخطورة في الحقيقة، إنك تقبل بالثورة المضادة لمجرد إن أنت في حالة خلاف سياسي أو حتى عداء سياسي مع جماعة الإخوان المسلمين. وده اللي حاصل في اللحظة الحالية. المشهد بقى بتاع المدارس، لأن الموضوع ممكن يحتاج وقت أطول عشان نشرح كل التفاصيل المتعلقة بمواقف القوى السياسية ومواقف السلطة الحالية والعلاقة ما بينهم،
لكن المشهد بتاع الجيش في المدارس ده مشهد يستحق ان احنا نبدا وننطلق منه. السلطه العسكريه اللي بتخوض ما يسمى بالحرب على الارهاب في مواجهه تيار الاسلام السياسي عندها هدف واضح، عايزه ترجع دوله مبارك بعنفوانها وبشراستها وتقضي على اي تحرك جماهيري، تقضي على الثوره المصريه. لكن عندها مشكله اساسيه، عندها قطاعين مهمين جدا في هذا المجتمع هي مش قادره تضربهم بالنار للاخر، بمعنى ان هي بتحاول تقمع، بتضرب احيانا بالرصاص في معارك صغيره، بتحاول تحتوي في بعض الاحيان، لكن القطاعين دول بيمثلوا صداع لسلطة العسكر ولسلطة الثورة المضادة الحالية. هو القطاع الأولاني هو الحركة العمالية، الطبقة العاملة المصرية بتحركاتها المختلفة، والحركة الطلابية المصرية اللي بتتصاعد منذ بداية الثورة وخاضت كل معارك الميادين تقريبا جنبا إلى جنب مع بقية جماهير الشعب المصري. القطاعين دول بقى إيه مشكلتهم؟ القطاع الاولاني متعلق بالطبقه العامله، قطاع الشغل بتاع رجوزات الاعلام والدعايه الاعلاميه بتاعت الثوره المضاده اللي ممكن تخدعه لبعض الوقت ما تقدرش تخدعه طول الوقت، ممكن ده ياثر في قطاعات من الفئات الشعبيه المهمشه، ممكن ياثر في قطاعات من الطبقه الوسطى، لكن الطبقه العامله اللي ايديها في النار اللي محتاجه تغير اوضاعها واللي حاسه بالظلم الواقع عليها طول الوقت واللي عندها تاريخ من النضال بطول الوقت بتتحرك وبترفع مطالبها الاجتماعيه، احيانا بترتفع الموجه والحركه العماليه بتبقى في حاله ارتفاع وتصاعد كبير بيهدد بشكل مباشر سلطه الحكومه على الاقل، وفي احيان تانية التحركات بتاعتهم بتبقى صغيره وبطيئه لكن مزعجه للسلطه. بالنسبه له الحركه العماليه بيضربها زي ما حصل في ضرب عمال السويس في السويس للصلب وضرب عمال كابو وغيرهم من القطاعات العماليه بتضرب. لكن